يعتبر شارع المتنبي السوق الثقافية لأهالي بغداد، حيث تزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها ومجالاتها وأزمنتها، وينشط عادة في يوم الجمعة، حيث أن أمهات الكتب تباع هنا. بجهود بعض المثقفين بدأوا يفتحون بسطيات وقسم مكتبات على شارع المتنبي، وتطورت الشغلة وأكو مكتبات عريقة صارت، وبالإضافة للمكتبات الحديثة والجديدة، وصار تطور. شنو أول شيء صار؟ شارع مهم ومركز الثقافة العراقي، ويجمع الكتب العربية والأجنبية وكل كافة اللغات والتاريخية والسياسية والدي، يعني كل الفنون والآداب. وتطور آخر، أصبح شارع المتنبي شارع عريق يعتبر بالثقافة، ومركز مهم لتجمع المثقفين والشعراء والصحفيين والأدباء والمفكرين والباحثين وأساتذة الجامعات وأساتذة الكليات، واستقطاب حتى من بعض الدول يجون، إذا يجي بغداد أو العراق لازم لابد أن يزور شارع المتنبي.